مساء الخير أعزائي، اليوم بطل عليكم بوصفة جديدة وفائدة جديدة. أخواتي، أحياناً بيبقى في عنا أشياء في المطبخ بنستخدمها لأشياء معينة وما بيخطر ببالنا إنه ممكن نستخدمها لأشياء تانية. يعني اليوم بدنا نحكي عن موضوع النشافة، الكل بيعرفها اللي هي نشافة الخضار. هلأ الورقيات بشكل عام، هلا اخواتي احنا كلاتنا بنعرف انه فرضا اذا بدنا بقدونس، كزبره، سبانخ، اي شيء يعني خس بدنا ننشفه في النشافه هاي، بنغسله احنا بوعاية كبيره بمي كثيره على اساس اخواتي بالنسبه للاعشاب هاي كلها يعني اكثر شيء بجمع فطريات واوساخ، فاذا ما غسلناها منيح 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 يعني بيكون في فرصة للأمراض، الله يبعدنا عن وإياكم عن الأمراض. هلأ أخواتي بعد غسلها إحنا عادة بنيجي نلجأ لهذه الماكنة وبنحطها فيها وبننشفها وبتطلع عشان نعمل السلطة. هذا إشي كتير كويس ومنيح وهذا اللي تعودنا عليه. هلأ أنا خطر ببالي إنه ليش ما نغسل الخضروات فيها؟ يعني بدل ما إنه بس ننشف الخضروات نغسلها. فهلأ أخواتي لو جبنا فرضا هياته ضمة البقدونس بعد ما تنقيها وتشيلي منها الأسود والخيطان والأشياء هاي بتكون موجودة، بعدين بتيجي بتحطي كمية يعني منيحة من الملح، بعدين كمية من الخل. هلأ الملح والخل لما ينجمعوا مع بعض وننقع فيهم الورقيات هذا بيساعد على انه كل الفطريات والاشياء اللي مش كويسة يعني كلياتها تروح، ومندير عليهم مية عادية من الحنفية. هذا اذا بدنا نعملها بالطريقة العادية بنعمل نفس الطريقة، بنجيبها بنغسلها عدة مرات لبين ما تصير المية لونها يعني ابيض، بعدين بننقعها بهذا المنقوع وبنتركه 10 دقائق، بعدين بنشيلها بنحطها بالمصفاية ومنسويها. اما احنا هلا ما بدنا بس ننشفها اخواتي، بدنا احنا نغسل هاي الخضروات فيها. فحطينا المية وحطينا الملح وحطينا الخل. هلا انا حطيتها بقلب صينية على اساس انه لو طلع شوية مية منها يطلع ما يطرطشش الدنيا كلياتها. هلا برضو كمان نقدر نسكر ايدنا، نحط ايدنا يعني عليها. اخواتي هلا لما انت بتعملي هيك شو بتعملي؟ المية اللي موجودة جوا بتصير تروح وتيجي فوق الخضار اللي موجودة في الداخل. هذه أفضل بكتير من إنك ما أنت تغسليها بس هيك تحت المية، لأنه هذه بتعمل زي بالضبط الغسالة اللي يعني بنغسل فيها الملابس. مش إحنا الغسالة بتصير هذا الجرن اللي موجود جوا يلف ويدور في المية، فإحنا بدنا نعملها زي أكنها غسالة بس بدنا نغسل فيها البقدونس. بتضلك يا اختي تعملي هيك، ما بضر ابدا ولا بتعب ولا اشي. تعبانه انت وبدك تعملي، في عندك بنت عمرها 12 سنه بتعمله، بنت عمرها 9 سنين بتعمله، بنت عمرها 15 سنه، حتى ولد. احيانا في عندنا اولادنا بيكونوا زهقانين وتعبانين، سليهم، اخرج الطاقه اللي عندهم، خليهم يساعدوك في اشي لا بيأذيهم، بالعكس بفيدهم وبفيدك. هلا اخواتي بعد ما احنا نخلص، هلا بتحسي انه كلياتها طبعا انت كتر مية اكثر من هيك، انا ما بدي اكتر مية هلا عشان احنا ما بدناش بالتصوير يعبي الدنيا، بس لو انت حطيتي صدر اكبر من هذا المية بتنزل تحت ما بضر برضو كمان. هلا اخواتي بتعمليها فرضا برضو كمان تركيها تنقع 10 دقائق، وبعد ما تنقع 10 دقائق انت بتعملي العملية هاي. هلا بتعمليها مرة مرتين ثلاثة حد ما تحسي انه المية صارت نظيفة. هلا اخواتي لو درنا المية فرضا هون واحنا ما طولنا بغسيلها، نحس انه المية صارت وسخة يعني وعكرة ومش مزبوطة يعني، اشوفي المية كيف صارت وسخة. هلأ بهاي المرحلة بنستخدمها بالهدف اللي هي انعملت علشانه اللي هو التنشيف. هلأ بنحطها هون اخواتي وبننشف. المية كلياتها برضو طلعت، وشوفوا كمان هياتها المتبقي كمان لونه مش نظيف والمية صارت كلياتها وسخة. هلا هذه نشفت المية منها، بدك تعمليها مرة تانية بتعمليها،
بتحطيها على بشكير هيك لمدة دقيقتين هيك قدام مجرى، هو بتكون خلص رجعت نظيفة وما أحلاها. بهاي المرحلة بعد ما تنشف يا بتفرميها وبتضبيها مفرومة، يا إما بتضبيها بعد ما تنشف يعني، أو بتستخدميها على طول اللي بدك إياه، بس بتكون جاهزة. هلأ أخواتي هيك تعلمنا إنه هذه الجهاز الموجود عندنا عملناه لنفس الغرض، بس بالغسيل وبالتنشيف، مش بس بالتنشيف لحاله. هلأ برضو كمان خطر ببالي، طالما إنه بالمطبخ، بالمطبخ إحنا برضو كمان هذا بينفع لأشياء تانية، مش بس للخضروات. ممكن تحطي بندورة في قلبها، مش إحنا بنجيب للسلطة البندورة ونغسلها بوعاء كبير وبعدين بننشفه إشي، برضو حطي حبات البندورة هون. بدك تغسلي فرضا جزر، حطي الجزر. بدك تغسلي خيار، كل إشي بدك تغسليه تنقعيه اعمليه بهذه ولفيه لفتين، تنزل المي منه بأحلى وبتنشفيه وبصير كويس. هلأ برضو أخواتي بعد بشوية قابلونا عشان بدنا نفرجيكم إشي برضو كمان من قلب المطبخ، شو بدنا نعمل ويفيدنا هذا الجهاز الصغير. رجعنا لكم اخواتي. هلا يعني طالما انه هذه بتغسل وطالما انها بتنشف، خلينا نطور الموضوع نزيده، يعني عن جد نعملها زي الغساله. هلا اخواتي يا اما بيكون في عندك وحده ثانيه بتخصصيها لهذا الاشي، يا اما اذا كان نفسها فيش عندك الا هي، هذا يا اختي ما بضر ابدا. احنا الطنجره بنحط فيها لحمه، بنحط فيها دجاج، يعني كلها زفارة، بنحط فيها روس، بنحط فيها مقادم، بنحط فيها فوارغ، بعدين بنغلي، بنسوي، بعدين بنجلي، بنليفه، بنحط معقمات وبنرجع نطبخ فيها مرة تانية، ما بضر أبدا. هلأ يعني ممكن حدا يطلع يقول كيف يعني هذه بنعمل فيها البقدونس وهيك بدنا نعمل فيها فوط المطبخ؟ أخواتي اللي بدها تنظر إلها لا بهاي الطريقة ما تعملهاش، واللي بدها تاخدها إنه إحنا أي إشي بنستعمله في المطبخ بنرجع بنليفه وبننظفه، يعني فوط المطبخ مش رح يكونوا يعني أوسخ من القدر اللي بنغسل بنحط فيه الروس فرضا يعني، وبالآخر بنليفه وبناكل فيه. الصحن اللي بناكل فيه والمعلقة اللي بناكل فيها بنليفها بعدين بنرجع بناكل بنستعملها. هلا اخواتي احنا دائما في عنا بالمطبخ اشياء بدها تنغسل، ويوميا بدل ما تغلبي بحالك وبايديكي، والله الواحد ما عاد له ايدين يعمل اشي. علشان هيك هلا فرضا بتجيبي في المسكات بدهم كل يومين ثلاثه بدهم غسيل، حطي المسكات هون فوط صغيره مش حجم كبير، بعدين بتجيبي الميه بتحطي ميه، يعني اذا كان لونهم ابيض حطي ميه سخنه سخنه، هلا هذه مش كثير سخنه وسط، اذا كان لونهم ابيض حطي مي سخنه كثير على اساس انه هذا. بعدين بتحطي اللي بدك اياه، بتحطي هلا هي مسحوق الغسيل، وبعدين حطي كلوروكس، حطي خل، حطي كربونات الصوديوم اللي بدك اياه، الاشياء اللي بنستخدمها في هذا على اساس ممكن تتركيهم ينتقعوا فتره، زي كيف حكينا هذلاك البقدونس بنحطه 10 دقائق ينقع، وهذا نفس الشيء. بعدين ابدي بالغسيل، اغسلي شو بدك احسن من هيك، هياتوها فتغسليهم بدل ما على ايديك تهلكي وانت. هلا هذا عن السريع، شايفين يا اخواتي يعني ما في حد للاختراعات، ما في حد للاكتشافات. الانسان اذا يعني بده يفكر في اشياء تريحه، الحاجه ام الاختراع، واكيد يعني هاي الاشياء بتفيد كل الناس. يا ربي كل شيء بعملكم اياه يفيدكم، وقد ما بدك انت بعدين بتزيدي هذه، سكريها حطي عليها شيء هيك بايدك على اساس انه هذا. هلا انا دائما ما بكتر مي عشان بديش بالتصوير يطلع، بس برضو تطلعوا كيف اياتها صارت كلياتها سودة سودة. علشان هيك نقعيهم فترة، كل ما نقعتيهم بيكون أحسن. وبهيك بنكون اخترعنا لكم غسالة للخضروات وغسالة لفوط المطبخ بنفس الآلة. أخواتي إذا حبيتوا هذه الوصفة تعملوا لها شير، تعملوا لها لايك، اعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصلكم كل وصفاتي بسهولة ويسر. بقابلكم مرة تانية أخواتي قريبا جدا بوصفة جديدة ولأول مرة على اليوتيوب، فقابلوني.